كما عزمت كذلك أنا شخصيا الدكتور طالب الإبراهيمي، وكان أستاذي في المدرسة العليا للإدارة ووزيري في وزارة الشؤون الخارجية، أنا كنت ناطق الرسمي تاعو في أواخر الثمانينات، وكان رحب بالفكرة وكان أيد فكرة تنظيم المنتدى، وقال لي لأسباب حقيقة قاهرة كان تعبان غاب عنا صحيا، ولكن هذا رجل مبادرة، فهذاك الفضاء كان للمبادرات ما كانش فضاء للشخصيات، لكن على الأقل تعطيها نوع من المصداقية، نوع من أيضا الثقة. لما نتحدث على شخصيات من هذا النوع سيد أرحبي تعطي نوع من المصداقية للمنتدى. خذيت بعين الاعتبار الثورة الثقافية اللي حصل لعشر المجتمع الجزائري اللي موجودة في داخل الحراك. احنا وصلنا وقت المبادرات، وقت الاقتراحات للخروج من الأزمة، وقت المساهمة في الاستراتيجيات للخروج من الأزمة. هذا هو الوقت اللي عايشينه احنا الآن. كل واحد يجيب المبادرة تاعه، كل واحد يجيب الثقل تاعه، يا يعني ما كان تاريخي أو في الميدان، كل واحد يجيب الفكرة تاعه، كل واحد يساهم. طيب باش نخرجوا من الأزمة، مش قالت أشخاص، والله أنا مسألة غياب، لأنه تم انتقاد المنتدى على أساس أنه غابت عن هذه الشخصيات المنتظرة، لأنه قبل المنتدى هناك حديث أنه سيتم دعوة العديد من الشخصيات كما رئيس الأسبق زروال، وأيضا حديث عن الطالب الإبراهيمي، حديث أيضا على شخصيات يعني عندها حمروش، سيد حمروش أيضا، لكن غياب هذه الشخصيات. لا نتكلم على كل الشخصيات، ولكن ممكن عندي ملاحظة نديرها على زروال لأنه نعرفه مليح ونحبه كثير، كنت وزيره. هذا رجل دولة، موش رجل سلطة، ودار تصريح يوم 30 مارس ويقول فيه أؤيد الحراك، أؤيد الحراك وخليه الشباب يقرروا مسارهم. قال لي أنا شخصيا لو كان عندي، لو ما كنتش مريض، لو كنت صغير كان خرجت نمشي معه. فبالتالي هذا الرجل عنده موقف، وعنده موقف من الحراك معروف، وعنده موقف من السلطة معروف، وعنده موقف من الثروة معروف، وعنده موقف من الفساد معروف. لذلك كل مرة تكون أزمة في الجزائر يروح يجيبوه، كل مرة منذ 2004، هذا ليس بجديد. ولكن هذا الرجل يقول لك ليس لدي أي دور إن ألعبه الآن، أعطيه السلطة. كما قلت مسألة وجوده كرمز، يعني بغض النظر عن هذه الشخصية، يبقى شخصية، يبقى هذا الشيء شخص فاعل في المنتدى، يبقى هذا الشيء شخصي نجم يجي ولا ما يجيش، ولكن روح الرسالة تاعه كانت موجودة في المنتدى. أنا نعرف أن هذا رجل لو موش مدين لا بالسلطة لا بالمال، رجل متقشف، رجل زاهد من ناحية مادية، رجل وطني يحب بلاده بقوة، ولكن يقول لك وصل الوقت أن يكون تواصل بين الأجيال، وصل الوقت أن الجيل الجديد هذا يحكم السلطة. أنا أتذكر قالها لي أنا في مارس الماضي، قال لي الناس اللي فجروا الثورة معدل السن تاعهم 25 سنة، فهو يثق فيه كثير في الشباب، وكي كان رئيس أعطى مسؤولية كثير للشباب، وأنا كنت من الناس اللي استفادوا من هذا الميزة تاع زروال كي كنت أشتغل. وبالتالي مسألة الحضور تم انتقاد الحضور معنوي، الحضور معنوي، لكن لأنه الكل كان يركز على هذا الشخصيات، كان يزيدها ثقل. نعم. كان يزيدها معنى أكيد، ولكن لازم نحترم كذلك الناس. وبالنسبة للحضور